it will be اللي هو enhanced ER diagram. طبعا we still talking about the ER diagram اللي هو ايش الانتيتي relationship diagram, بس الان في عندي enhanced يعني ايش, يعني we will capture more details من اللي هم real life real life facts او mini world سميناهم. اوكي الان راح ناخذ اللي هو concept اسمه sub class والsuper classes والspecialization والgeneralization, راح ناخذ constraints على هذول ايش السب كلاس سب سوبر كلاس. هي يعني خلينا نعتبرها نوع من relationship between اللي هما ال entity types, بس هاي بتكون relationship between ال entity to be divided into sub classes. طبعا اللي يعني اخذتوا object oriented programming فكلكم يعني بتعرفوا ايش السب كلاس والسب سوبر كلاس في البروجرامينج. الان في عندي كمان الكونسبت تبع السب كلاس والسوبر كلاس في ايش, في اللي هو الداتابيز موديلز, الداتا او السكيما او الكونسبتوال موديل او الاي ار دياجرام, بس طبعا بيكون يعني مختلف في مش هو برمجيا بس هو كبرنسبل او كبرنسبل هو از سيم از ان ذا اوبجكت اورينتد بروجرامينج. اوكي طيب ايش المقصود في الانهانسد انتيتي ريليشن شيب اي ار دياجرامينج؟ الكونسبت از فيري ايزي. ذا ماتر اوف فاكت we have a new relation, you know, we can the entity type, لما نحكي عن entity type تذكروا لما نحكي عن اللي هو company database في عندي employee entity type, في عندي department entity type, وكل ما سميناهم entity type as you remember. حقيقة احنا we can divide them into sub grouping, يعني we can divide it into more entity types نسميهم sub classes. فالآن لو جينا عن employees حقيقة يعني while analyzing the system راح نيجي على الامبلويين نلاقي انه في عندنا امبلويز عباره عن سكرتري فور اكزامبل بيشتغلوا, في امبلويز بيكونوا انجينير, في امبلويز بيكونوا تكنيشن, في فاذا في عندي تايبس اوف ديفرنت تايبس اوف امبلويز, هاي ديبندنت على الجوب تايب. فاذا الانتيتي تايب امبلوي ممكن نعملها ايش ديفايد او جروبينج لا ايش لا سب grouping اللي هي secretary, عندي مجموعة من employees أو entities بيشتغلوا secretary, مجموعة group of employees عبارة عن engineers, مجموعة عبارة عن technicians, هذول كلهم ايش حسب الجوب based on the job type. إذا ما تعرف fact لو جينا كمان ايش في نظرة أدق أو deeper look على الامبلويي بنلاحظ انه في عندي ممكن يكون الامبلويي managers, فإذا هذا another type of employee. حقيقة الامبلويز كمان ممكن نعملهم جروبينج حسب ايش, انه في ناس بياخذوا سالري امبلوي يعني بياخذ سالري راتب اخر الشهر, وفي عندي اورلي امبلوي اللي هو بير اور يعني قديش بيشتغل, هاو ماني اورز بياخذ ايش حسب اللي هو الاورز اللي بيشتغلهم في هذه الكمباني. فاذا بيست اون ذا ميثود بي ممكن يكون في عندي سب جروبينج لسالري امبلوي والاورلي امبلوي بيست على الجوب اللي هي type of job, ممكن يكون في عندي او job type نسميها اللي هو secretary و engineer technician. Can we catch this حقيقة في الـ ER؟ Yes we can. فعشان هذا بنسميه enhanced اللي هو ايش enhanced ER diagram. فاذا ايش هو الموضوع او topic تبع enhanced ER diagram؟ انه حقيقة we divide the entity type الى groups. فاذا عملية grouping لل entity type هي اللي نسميها في الاي ار دياجرام, هو ما اللي يسمى كولد اللي هو الانهانسد اي ار دياجرام. فور اكزامبل الريكويرمنتس اللي حكيناها قبل شوي انه فور اكزامبل في عندي الامبلوي ديبندنت على الجوب تايب, ممكن يكون سكرتري, ممكن يكون تكنيشن, ممكن يكون انجينير, ممكن يكون مانجر. لاحظ انه الان الاي ار دياجرام صار ايش مكون عندي الامبلوي وصار في عندي شيء اسمه is a employee يعني الـ entities اللي تابعين للـ employee ممكن يكونوا تابعين لواحد من هذول الـ groups اللي بنسميهم sub classes اللي هي ممكن يكون secretary, ممكن تكون technician, ممكن يكون ايش engineer or manager. الآن هذه الـ employee اللي عملنا لها grouping نسميها ايش الـ super class, وهذول الـ sub grouping بنسميهم اللي هم ايش الـ sub classes. اوكي فإذا الـ sub classes دائما بتكون التوب تكون السوبر كلاس في الاي ار, والسب جروبينج
نسميهم اللي هم السب كلاسز. اوكي، فاذا هذا المقصود فيه اللي هو عمليه الانهانس اي ار دايجرام جروبينج اوف انتيتي تايبس. لاحظ الامبلوي هير نفس الشيء، ممكن يكون ديبندنت على البي ميثود، ممكن يكون ديبندنت على البي ميثود. ايش ممكن يكون؟ ممكن يكون سالاريد امبلوي، او ممكن يكون ايش اورلي امبلوي. فدنا ايش احنا قاعدين نقسم الانتيتي تايب الى جروبينج الى سب كلاسز، هاي بنسميها سوبر كلاس في التوب، وهذول بنسميهم ايش السب كلاسز. اوكي، طبعا هاي سم تايب اوف ريليشن اوف ريليشن شيب، ريليشن شيب بتوين ايش بنسميها سوبر كلاس، بنسميها سوبر كلاس سب كلاس ريليشن شيب، سوبر كلاس سب كلاس ريليشن شيب. هذه السوبر كلاس الامبلويي سكرتري، سوبر كلاس امبلويي سب كلاس سكرتري، امبلويي سوبر كلاس سب كلاس تكنيشن. هاي ريليشن شيب بنسميها سوبر ريليشن شيب، او ممكن نعبر عنها في الاي اي ار دايجرام ريليشن شيب اسمها از ا، لانه حقيقه السكرتري از ا ان امبلويي، والتكنيشن هو امبلويز امبلويي، والانجينير از ان امبلويي، والمانجر از ان امبلويي. ريليشن شيب نفسها نسميها ايش از ا. اوكي اوكي، اذا هذا المقصود في الانهانس اي ار دايجرام. خلينا نشوف الرولز تبعونا ايش هي. اذا مستنتج انه الاي ار دايجرام الاي دبل اي، طبعا الاي جاي من الانهانس الانتيتي ريليشن شيب دايجرام، اكستند للاي ار دايجرام حتى نعمل سب جروبينج للانتيتي تايبس. طبعا هذول السب جروبينج في عندي شيء اللي هو السب كلاسز بنسميهم سب جروبينج، اللي بنسميهم سب كلاسز او بنسميهم ايش سب تايبس. الان ايش الرولز تبعت الاي اي ار؟ الرولز كالتالي انه ايتش اوف ذيس سب جروبينج از ا سبسيت اوف امبلوي انتيتي. يعني هذول من وين جايين؟ السكرتري والتكنيشن والانجينير كلهم جايين من الامبلوي، يعني هم حقيقه هم سب جروبينج، هم سبسيت او هم مجموعه جزئيه او فرعيه من مين؟ من السوبر كلاس امبلوي. هم ستيل امبلويز حتى لو كان تكنيشن، يعني حطيناه في ديفرنت ريكتانجل، وحتى لو كان سكرتري هو ستيل ايش امبلوي. اوكي، فاذا هو حقيقه امبلوي اند ات ذا سيم تايم سكرتري، امبلوي اند ذا سيم تايم انجينير. فهو ايش يتمتع في كل اتريبيوتس تبعوت الامبلوي وتبعوت ايش اللي هم التكنيشن او السكرتري او الانجينير. Each is called a subclass. هذول إيش اللي عملناهم؟ اللي هم عملنا لهم derive اللي هم subgrouping، نسميهم إيش subclasses. طبعا low level entity، يعني إيش بيكونوا دائما low level. إيش low level؟ لأنهم بيكونوا إحنا we start our ER diagram from top to down، فإذا هم بيكونوا في low والsuper class تبعتهم بتكون إيش في top. هذول نسميهم إيش subgrouping اللي هم secretary, technician, engineer, manager, whatever. Third employee, hourly employee، نسميهم إيش اللي هم sub classes أو نسميهم sub types. Okay, you can call them whatever you want من هذول two terms. Okay، مين السوبر كلاس تبعتهم؟ طبعا كل sub grouping لها only one super class، يعني الامبلوي هي السوبر كلاس لكل هذول إيش اللي شفناهم قبل شوي. الامبلوي هي السوبر كلاس لكل هذول إيش sub classes. Okay، there is no more than one super class directly to these sub classes. Then we usually have one super class directly subgroup to sub or derived to sub classes. Okay، خلينا نشوف كمان الرولز اللي في enhanced ER. إيش كمان؟ الامبلويي طبعا حكينا السوبر كلاس اللي هو بيكون الهاي ليفل، والسب كلاس بيكون هو اللو ليفل. يعني بيكون دائما حقيقه في الاي ER السوبر كلاس في التوب، والسب كلاس هي بتكون ايش في الداون. اوكي، ذيس ار كودز ايش نسميها ريليشن شيب. حقيقه هي زي ما حكينا هي ايش عباره عن نوع من الريليشن شيب. ايش الريليشن شيب هذه بتكون؟ بتكون نسميها سوبر كلاس سب كلاس ريليشن شيب، او فور اكزامبل يعني بنحطها بنعبر عنها بهذه الطريقه الامبلويي اللي هو سوبر كلاس سلاش بعدين ايش سكرتري. فاذا امبلويي اللي سوبر كلاس سب كلاس ريليشن شيب، سوبر كلاس سب كلاس ريليشن شيب، سوبر كلاس سب كلاس ريليشن شيب. او في الاي ار دايجرام، في الاي ار دايجرام بنحطها في على شكل ريليشن اسمها از ا. اوكي،
إذن كيف بيكون شكلها؟ بيكون شكلها بهاي الطريقة. الـ is a عبارة عن ترينجل مثلث، وتكون هي الـ is a is a بتكون بين اللي هي السوبر كلاس وبتوين ايش السب كلاسز، زي ما شفنا في الاكزامبل اللي شفناه قبل شوي. شوف اللي هي ريليشن اللي هي بتوين السوبر كلاس امبلويي، حكينا انها بتكون بالتوب، وهذه بتكون ايش بالداون ليفل اللي هي سب كلاسز. العلاقه بينهم اللي هي از ا، او العلاقه امبلويي سوبر كلاس مع سب كلاس، سوبر كلاس مع سب كلاس، او علاقه از ا. الامبلويي از ا سكرتري، او سكرتري از ان امبلويي، الامبلويي از ا تكنيشن، الامبلويي از ان انجينير، الامبلويي از ا مانجر. فالريليشن شيب هنا ايش؟ سبيشال ريليشن شيب بنسميها ايش؟ الاز ا. عشان هيك ما حطيناها في دايموند، حطيناها في ايش؟ في ترينجل. اوكي طيب، اني كويستشنز سو فار؟ دكتور، هلا بيكون فيها بيناتهم علاقات 1 1 وهيك، ولا لا بيكونش في معهم علاقات بين الانتيتي والسب انتيتي؟ اوكي، هم موجودين هنا، طلع يعني هم موجودين هنا حقيقه يعني سيبريتد، بس لوجيكلي هم they are the same. العلاقات بينهم بتكون ايش؟ relations between them، حكينا انه بتكون is a، بس حقيقه هم relation بين الامبلويي واي other entity type كلهم بيكونوا ايش؟ شريكين في هاي relationship. اوكي، يعني هم هذول عبارة عن sub classes من super class الامبلويي. فأي relation للامبلويي مع أي another entity type كلهم بيكونوا already يعني automatically بيعملوا inheritance للattributes وللrelationships تبعت super class، راح نحكي بعد شوي. أما يكون بينهم وبين بعض relationship no. ليش ما فيش relationship؟ لأنه يعني حقيقة هم نفس الـ entity type، يعني هم موجودين في إيش؟ في نفس، كلهم employee، حتى لو كانوا حطيناهم هون different subclasses، بس حقيقة يعني تطلع لهم logically وكانهم كلهم إيش؟ one class one entity type اللي هي employee. okay. فالإجابة على سؤالك إنه هل في relationship بينهم بين employee بينهم بين بعض؟ بينهم بين بعض هم relationship بينهم كلهم belongs to the employee super class، هاي هي دولي relationship. بس هل هم بإمكانهم إنه involve secretary involve في relationship by itself؟ yes it can. ما يعني كentity ممكن يكون في relationship بينهم بين other entities types or other entity types، بس حقيقة بينهم بين بعض هم the same entity type، عشان هيك ما في داعي يكون في بينهم بين بعض relationship. relationship بتكون طبعا إلا إذا كانت for example recursive relationship، يعني بين الemployee manager for example، employee manages employees or supervise employees، يعني في نفس الـ recursive relationship اللي أخذناها في المحاضرة الماضية. أوكي؟ يعني ممكن يكون بهاي الطريقة، بس حقيقة إنه يعني تكون recursive relationship، لأنه حتى لو كانوا هنا ما يعني ما بنعتبرهم هم different أو هم different entity types، هم still كلياتهم employees. أوكي؟ طيب، الآن relation سميناها is a relationship، وعملنا لها ايش؟ اللي هو ريكتانجل. فاذا هذه كلهم الامبلويي از ا سكرتري، او الامبلويي ممكن يكون انجينير تكنيشن اند سو. اوكي اوكي، ذيس ار كولد از ا ريليشن شيب، او بنسميها طبعا اللي هي سوبر كلاس سب كلاس ريليشن شيب. لسه ما خدناش الرولز عميد، نيكست يو ويل اندرستاند ايفرثينج ريجاردينج ذيس سب جروبينج. الآن نوت، الانتيتي اللي هي ممبر في السب كلاس طبعا هي نفس السوبر كلاس، يعني حقيقة إذا كانت في عندي سكرتري انتيتي اسمها سعاد هي سكرتري، بس هي كمان هي امبلويي at the same time. اوكي، فإذا الانتيتي cannot exist في الداتابيز إنها سكرتري only، يعني belongs للسكرتري، يعني سعاد إنها سكرتري فقط، لا هي exists لأنها secretary ولأنها belongs to employee at the same time. فإذا إيش المقصود في هاي الستيتمنت؟ إنه الانتيتي cannot exist إذا كانت في الداتابيز، إذا كانت فقط في السب كلاس، لازم تكون في السب كلاس، ولازم تكون must be كمان إيش تكون member في اللي هي السوبر كلاس at the same time. أوكي؟ okay؟ عشان هيك يعني هم مش مستقلين، يعني هذول مش entity types by themselves، هذول sub grouping من السوبر كلاس. حقيقة أي entity تابعة على sub classes هي تابعة by default
لمين؟ للسوبر كلاس اللي هي الامبلويي. اوكي في الاكزامبل تبعنا. طيب الفاكت اللي بدنا ناخذ النكست انه الممبر اوف ذا سوبر كلاس، طبعا السوبر كلاس انها كل الامبلويز تبعون جامعه البقاء التطبيقيه كلهم ايش تابعين للسوبر كلاس امبلويز. حقيقه ممكن يكونوا انستراكتور، ممكن يكونوا ستاف، ممكن يكونوا بيشتغلوا فور اكزامبل في اللايبراري ستاف، ممكن يكونوا في ريسيرش ستاف. فهذول كلهم عباره عن جروبينج للامبلوي. فاذا اي واحد موجود في الامبلوي ممكن يكون اوبشنالي يعني ممكن يكون مو شرط يكون لازم يكون تابع لواحد من السب كلاسز. راح ناخذ بعد شوي اللي هي البارتيسيبيشن كونسترينت، هي ممكن يكون تابع لواحد من السب كلاسز. ممكن يكون في امبلوي لا هو سكرتري ولا هو تكنيشن ولا هو ايش، بس هو امبلوي. شو بيشتغل؟ ديفرنت ثينج، بيشتغل هيك يعني ما بيشتغل واحد من السب كلاسز الموجودين. هذا المقصود في اللي هو في الستيتمنت هذه، انه الممبر اوف ذا سوبر كلاس كان بي اوبشنالي يعني مش ماست بي انكلودد في واحد من السب كلاسز، وليس العكس صحيح. يعني ما فيش واحد في السب كلاس يكون مش تابع للسوبر كلاس. Every entity, each entity in the subclass must belong to the superclass. Each entity in the superclass may optionally بتكون إيش member of one of the subclasses or more than one of the subclasses. For example, the salaried employee طبعا حكينا employee هي السوبر كلاس، وفي عندي اللي هم التو سب كلاسز فيجر 4.1، خلينا نذكركم فيها اللي فيها بيزنس فيجر 4.1. في عندي اللي هو انذر اللي هو سب جروبينج، يعني مش بس حسب الجوب تايب، حسب البيمنت ميثود، يا اما بيكون سالري امبلويي او بيكون اورلي امبلويي. يس ولاحظ انه كمان الامبلويي ممكن يكون ايش مانجر، والمانجر ممكن يكون ايش مانجينج مانجرز مش للديبارتمنتس، للديبارتمنتس او البروجكتس او سمثينج. فالموجود في السب كلاس انفولد في المانج اللي هي لا اذر اللي هي انتيتي تايب. طيب خلينا بس نتذكر هذا ونحكي النقطه اللي بعدها اللي هو في الفيجر 4.1 شفناها دكتور قبل شويه. بليز الانتيتي اللي هي بتكون على شكل مستطيل اللي هي زي امبلوي، هاي بسميها سب كلاس صح؟ سوبر كلاس كلهم في مستطيل جايين. السوبر كلاس بتكون جايه في ريكتانجل، والسب كلاسز بنحطهم في ريكتانجل. بس هاو وي ديستينجويش ذيم، كيف ما يعني ريليشن شيب ريليشن شيب. وبعدين في التوب هاي سميناها توب ليفل، وين تجي دائما في التوب الامبلوي. الداون ليفل ايش بيكون؟ اللي هي السب كلاس اللي هي السكرتري والتكنيشن والانجينير، بس هم كلهم ايش ريكتانجل. طبعا هنا ايش از ا هاي بنسميها توب ليفل، وهذول ايش الداون ليفل. اوكي طب كيف هذول عملناهم؟ رايحين كيف اشتقناهم وعملنا لهم درايف؟ راح ناخذ بعد شوي. في شيء اسمه السبيشاليزيشن والجنرايزيشن، في طريقتين نعملهم ايش درايف. اوكي فاذا كيف نميز بينهم؟ ان هاي في التوب ليفل وهاي في الداون ليفل. اوكي وفي بينهم ريليشن اللي هو الترينجل هذا اللي اسمه ايش از ا. فمستحيل يعني في الاي ار دياجرام تلاقي التكنيشن في التوب والامبلوي ايش في الداون. فدائما بيكون ايش سوبر كلاس في التوب والسب كلاس بتكون في الداون. اوكي طيب اذا كلهم ريكتانجلز، كلهم بياخذوا ريكتانجلز، بس اللي بيميزهم اللي هي ايش ريليشن للترينجل اللي هو المثلث اللي از ا. هذا بيحكي لك انه هذه ايش هذول الكلاسز تابعين سب كلاسز من السوبر كلاس. طيب سالاريد امبلوي ممكن يكون ايش انجينير بيلونجز تو تو سب كلاسز. فاذا ممكن يكون في عندي انتيتي اللي هو بيكون ايش تابع لتو سب كلاسز. ففي عندي فور اكزامبل احمد هيز ان امبلوي اند هيز ان انجينير، وفي نفس الوقت هيز ايش سالاريد امبلوي. فاذا هو تابع للسب كلاس انجينير وتابع لمين؟ للسالاريد امبلوي ات ذا سيم تايم. ايش الفكره هنا؟ الفكره هنا انه اي انتيتي في السوبر كلاس ممكن تكون تابعه ل1 ل0 اور 1 اور مور سب كلاسز. اوكي ممكن يعني ممكن ما تكونش تابعه ولا لسب كلاس، ممكن تكون تابعه ل1 سب كلاس، ممكن تكون تابعه ل2 سب كلاسز زي ما احنا شايفين اللي هو السالاريد امبلوي هو از انجينير بيلونجز تو ذا تو سب كلاسز. ممكن يكون انجينير، ممكن يكون سالاريد امبلوي.
فالانتيتي كان بيلونجز تو مور ذان وان سب كلاس. السالاريد امبلوي هو از اولسو انجينير. يعني فور اكزامبل اذا كان في عندي سالاريد امبلوي، طبعا هو امبلوي في السوبر كلاس، هو ممبر اوف ذا سوبر كلاس امبلوي. خلينا نعطيه اسم انتيتي، خلينا نسميه فور اكزامبل ايش، قيس فور اكزامبل. قيس هذا ايش؟ سالاريد امبلوي، بياخذ راتب شهري. فاذا هو تابع لمين؟ للسب كلاسز، وهو كمان ايش؟ انجينير. فهو تابع، بيكون هو عبارة عن engineer، يعني تابع للسب كلاس engineer، وبيكون entity من salaried employee لما بياخذ راتبه بشكل شهري، وهو كمان manager. فهو تابع لكم سب كلاس صار عندي هاي الانتيتي اللي هي الامبلويي اللي هو قيس، اللي هو 3 سب كلاسز. فممكن يكون اي member of اي entity من الامبلويي او من السوبر كلاس، ممكن تكون ايش اللي هي خلينا نحكي تكون تابعة أو included في more than one subclass. It's not necessary إنه كل واحدة في السوبر كلاس is a member of the subclass. العكس تماماً. يعني هون بنحكي إنه اللي موجود في السوبر كلاس ممكن يكون موجود في أكثر من subclass. وفي نفس الوقت ممكن يكون الانتيتي اللي موجودة في السوبر كلاس مش تابعة ولا لوحدة من السوبر كلاسز اللي موجودين حاليا. يعني فور اكزامبل انا ممكن يكون في عندي هنا واحد اللي هو اسمه فور اكزامبل خلينا نسميه سعيد. سعيد هذا عبارة عن امبلويي، فالسعيد هذا لا هو سكرتري ولا هو تكنيشن ولا هو انجينير ولا هو مانجر. اوكي، او شو بيشتغل سعيد؟ وي دونت نو، ممكن يكون مستشار. اوكي، احنا عندنا هنا كثير مستشارين. So, ممكن يكون يعني مش واحدة من أي واحدة من الصب كلاسز. فإذا إيش ممكن exist اللي هي entity في السوبر كلاس doesn't belong to any sub class. وفي نفس الوقت ممكن يكون في عندي exist entity في السوبر كلاس employee belongs to more than sub class. يعني ممكن يكون عبارة عن engineer ويكون manager at the same time. وممكن يكون كمان إيش salaried employee at the same time. هذا الحكي أو هاي البوينت اللي حكيناها قبل شوي. Okay. So then this is the idea of the superclass and subclass. الآن خلينا نحكي عن superclass وsubclasses. Inheritance. في عندي شيء اسمه إيش؟ inheritance. إيش يعني inheritance؟ يعني subclass automatically. The entity اللي ما تكون موجودة في subclass سواء كان technician أو سواء كان secretary أو سواء كان belongs لأي واحدة من هذول اللي هم subclasses. إيش بياخذ من superclass؟ all attributes of the اللي هي تبعت السوبر كلاس. كل الاتريبيوتس تبعون السوبر كلاس اوتوماتيكلي انهيريتد، بيكونوا موجودين في السب كلاس. all relationships of the entity اللي تبعت اللي هي السوبر كلاس بيكونوا ايش؟ هم تابعين لها اللي في السب كلاس. فور اكزامبل في الاي ار دايجرام السابق، السكرتري والتكنيشن والانجينير كلهم لهم كل اللي هي ايش الاتريبيوتس تبعون السوبر كلاس. يعني بمعنى اخر انه السكرتري هذه سب كلاس، الامبلوي هذا عباره عن سوبر كلاس. الان السكرتري ايش الاتريبيوتس تبعونها؟ الان الاتريبيوتس تبعونها طبعا في لها اتريبيوت خاص اللي هو تايبينج سبيد، بس هل هو الاتريبيوت الوحيد؟ لا، طبعا هي بتعمل انهرت لكل الاتريبيوتس تبعون مين؟ السوبر كلاس. حقيقة لو سألتك إيش هما الاتريبيوتس تبعون السكرتري راح تحكي لي تايبينج سبيد والاف نيم أو النيم إن جنرال، لأنه هذا إيش كومبوزيت، والسوشيال سيكوريتي نمبر والبيرث ديت والأدرس. ليش هذول كلهم صاروا اتريبيوتس للسكرتري سب كلاس؟ لأنهم انهيرتد، يعني إيش كونها سب كلاس هي انهيرتس باي ديفولت أول الاتريبيوتس. إذا كان في ريليشن شيب مع أدر انتيتي، كل هذول الانتيتيز بيكونوا انفولد مع relationship تبعت الامبلويي. إذا the question is the subclasses inherits what from the superclass؟ يعني إيش اللي بتاخده من السوبرclass؟ all the attributes of the superclass plus all relationships between superclass and other entities. طبعا هم مش حاطوا هنا relationship between the employee and other entity، بس لو كان for example employee works on or works for department، معناته كلهم هذول ايش؟ works for department too. اوكي، فاذا الانهيرتانس في الحاله هذه ايش بتعلق في شغلتين. الانهيرتانس بتعلق في اللي هو الاتريبيوتس كلهم
بيروحوا على السب كلاس، وريليشن شيب تبعت السوبر كلاس انهيريتد لكل السب كلاس. اوكي، اذا every secretary entity اللي شفناه قبل شوي راح تاخذ كل اللي هم الانهيريتد اتريبيوتس الموجودين في السوبر كلاس اللي هي ايش اللي هو بنسميها اذا طبعا اللي بالاضافه للريليشن شيبس تبعون اللي هم السوس اللي انفولد اللي بتوين سوبر كلاس اند اذر انتيتي تايبس. اوكي، فور اكزامبل، طبعا هاي انذر اكزامبل، اذا كان في عندي سوبر كلاس اللي اسمها بيرسون وذ تو سب كلاسز، طبعا البيرسون ممكن يكون ايش ستودنت وممكن يكون امبلوي. لو جينا على جامعه البلقاء يكون في عندي اللي هو فور اكزامبل بيرسون، والبيرسون هذا يكون ستودنت سب كلاس او امبلوي. فاذا هذا ديبندنت على ايش، خلينا نحكي على انه اللي هو على التايب اوف ورك، واحيانا يكون لو سيمانتيك يعني اكزيستنس انه هذا ستودنت وهذا ايش امبلوي. فاذا ديبندنت عن وات هي از دوينج، هذا ايش ستاديينج وهذا وركينج. فاذا البيرسون هي سوبر كلاس، الستودنت هي سب كلاس الاولى، والامبلوي هي سب كلاس الثانيه. اند السب كلاس ستودنت ممكن تكون سوبر كلاس لأذر كلاس، يعني سب كلاس نفسها ممكن تصير إيش سوبر كلاس لجراديويت يعني خريج and under graduate student. فإذا صارت عندي هنا إيش طلع كيف، صار في عندي إيش، صار في عندي خلينا نحكي هيراركي، البيرسون هي سوبر كلاس للستودنت والإمبلويي، الستودنت هو سوبر كلاس وسب كلاس هو سب كلاس من بيرسون، وهو كمان at the same time سوبر كلاس لمين لجراديويت، ممكن يكون جراديويت or under graduate سب كلاس. Okay, so the employee is the super class of three subclasses as you see in the following ER diagram. اللي هو هذا طلع. This is the person. The person ايش ممكن يكون student subclass، ممكن يكون employee. طب ليش كيف عرفنا انه person هو person هو super class؟ طبعا هو جاي في top level of the ER diagram first. الشغل الثاني بيرسون يعني لوجيكلي البيرسون هي ايش يعني هي خلينا نحكي مور جنرال ذان ستودنت والامبلوي، فالبيرسون هي سوبر كلاس. عندي هنا الاز ا ريليشن، يا بيكون ستودنت يا بيكون امبلوي. لاحظ انه الستودنت سب كلاس برضه صار سوبر كلاس لاذر تو سب كلاسز اللي هم الجراديويت ستودنت والاندر جراديويت ستودنت. فإذا لو سألناك student هل هي sub class ولا super class، مين بيجاوبني؟ يا دكتور على الجهتين sub class وsuper class، لأن جاي sub class من person وsuper class تالي graduate student undergraduate student. Thank you. Yes. فإذا هي ممكن تكون sub class، هي تكون إيش super class. بس حقيقة ما في direct super class إلا one، يعني مثلا إيش ال direct super class graduate student هي student مش person. بس حقيقة الجراديويت ستودنت هي سب كلاس من الستودنت، والستودنت نفسه السوبر كلاس تبع الجراديويت هو ايش سب كلاس من البيرسون. طب سؤال، هل الجراديويت ستودنت انتيتي تابع للبيرسون او لا؟ دكتور تابع نفس طبعا باي ديفولت، لانه هو الجراديويت ستودنت هو ستودنت وكل ستودنت هو ايش بيرسون. فاذا ايش يس سؤال يس. فاذا هون ايش الاكزامبل هذا ديمونستريت سوات demonstrate إنه sub class ممكن تكون by itself اللي هي إيش بتكون إيش اللي هي sub super class لأدر sub classes. لاحظ ال attributes، لو حكينا حكيت لك إيش هما ال attributes تبعت student. student طبعا راح يكون ال major department، يعني إيش هو ال major وال CS CIS أو whatever، بالإضافة ليش and all ال attributes تبعون مين البيرسون. طب لو سألتك إيش هم الأتريبيوت تبعون الجراديويت ستودنت؟ طبعاً هنا في عندي أتريبيوت اللي هو الديجري بروجرام، وبعمل إنهيرتنت لمين؟ للميجور ديبارتمنت برضو كمان إيش؟ هذا عبارة أتريبيوت، وكل هذول الأتريبيوت بيكونوا كمان الجراديويت ستودنت. بمعنى آخر الجراديويت ستودنت إيش الأتريبيوت تبعونه؟ الأتريبيوت هذا اللي هو سينجل بيكون إله من حاله يس، بالإضافة لتبعون السوبر كلاس تبعونه، بالإضافة إلى تبعون السوبر كلاس تبعت السوبر كلاس تبعونه. فكل هذول ايش هذول الاربعة خمسة ستة كلهم اتريبيوت لمين للجراديويت ستودنت. اوكي طيب دكتور، يعني نحكي انه ستودنت هي
سب كلاس البيرسون والجراجويت سب كلاس ستودنت. يس، ففي الحاله هذه الستودنت هي سب كلاس سوبر كلاس ذا سيم تايم. تمام. طيب الامبلوي هو انا طبعا حكينا البيرسون ممكن يكون ستودنت ممكن يكون ايش امبلوي كمان، هذا ايش سب كلاس امبلوي. سب كلاس امبلوي في نفس الوقت هو سوبر كلاس لمين؟ سكرتري وتكنيشن وانجينير. نفس المبدا الامبلوي هو سب كلاس من البيرسون وهو سوبر كلاس لمين؟ سكرتري تكنيشن انجينير. كيف هاو وي ريكوجنايز؟ طبعا هذه بالتوب ليفل، هذه توب للتوب لهذه، فاذا هذه سوبر كلاس لهذه سب كلاس، هاي سوبر كلاس لهذول ايش سب كلاس. لاحظ انه دائما ايش احنا متبع اللي هي الاز ا ريليشن شيب. اجين الاتريبيوت تبع السكرتري، مين بيحكي لي ايش الاتريبيوت تبع السكرتري؟ دكتور بيكونوا اللي هم السبيد تايبنج سبيد وبيكونوا السالري وبيكون نفس الاتريبيوت تبع البيرسون. اكزاكتلي، اذا اربع اتريبيوت، خمسه سته، هذول كلهم ايش الاتريبيوت تبع. يعني نقدر نحكي انه هذول سب اتريبيوتس نسميهم، نحكي لا بنسميهم انهيريتد اتريبيوتس inheritance. لما نحكي عن سوبر كلاس زي الاوبجكت اورينتد بروجرامينج، لما نحكي عن سوبر كلاس سب كلاس بنحكي عن inheritance. فاذا هذول inherited attribute، يعني سب كلاس بيعمل inherit للاتريبيوت هذا تبع السوبر كلاس تبعه. بس السوبر كلاس تبعه مش بس السالري، السوبر كلاس تبعه الامبلوي عنده السالري وعنده inheritance من البيرسون اللي هم كل الاتريبيوتس هذول كمان. فبالتالي في النتيجه السكرتري راح تاخذ كل الاتريبيوتس هذول تايمينج سبيد سالري وهذول اللي هم الاربعه كمان. اوكي، خلينا بس نذكر بالاشياء اللي حكيناها والمحاضره الجايه نكمل في سبيشاليزيشن وجنرالايزيشن. انه عندنا اللي هذه سوبر كلاس بيرسون كان بي ديفايدد انتو سب جروبينج او سب كلاسز ديبندنت على اتريبيوت معين، الجوب تايب الورك تايب، راح ناخذه في السبيشاليزيشن والجنرالايزيشن. الرولز كالتالي، انه السب كلاس بيرتبطوا مع بعض مع السب كلاسز، سوبر كلاس مع السب كلاس مع الاز ا ريليشن شيب. الان ايش معنى السب كلاس؟ سب كلاس انها ويل انهيرت كل الاتريبيوتس تبعون السوبر كلاس بالاضافه الى ايش اللي هم الاتريبيوتس تبعونها زائد كل ريليشن شيب اللي بتوين السوبر كلاس مع اذر انتيتي تايب. الشغله الثانيه اللي بدنا نحكي عنها اللي هي انه اذا كان في عندي انتيتي تابعه للبيرسون للسوبر كلاس اوبشنلي ممكن تكون تابعه للستودنت ممكن تكون تابعه للامبلوي، بس ممكن يكون ايش اكزيست ا بيرسون لا هو ستودنت ولا هو امبلوي بالداتابيز، يعني مش تابع، مو شرط يكون كل شيء في السوبر كلاس موجود في السب كلاس. الان اللي في السب كلاس ماست بي اكزيستد في السوبر كلاس، اللي في السوبر كلاس مي بي اكزيستد مي اكزيست في السب كلاس. اوكي، بس هذول الفاكتس اللي بدنا تتذكروهم. في المحاضره القادمه راح نكمل وناخذ اللي هو الطريقتين اللي نعمل السوبر كلاس سب كلاس ريليشن شيب او الاز ريليشن شيب اللي هي السبيشاليزيشن او الجنراليزيشن. اوكي، طيب مين في عنده سؤال على الاشياء اللي اخذناها لحد الان على هذا الاي ار ديجرام اللي حكينا عنه؟ If there is no questions, then we stop here. And next class, we will start with اللي هو السوبر اللي هو specialization والgeneralization. وبعدين راح ناخذ ال constraints اللي هي partial وال disjoint والoverlapping constraints على اللي هم على السوبر كلاس سب كلاس relationship.